مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا فيكم في لقاء جديد يجمعنا من خلال شاشة التلفزيون الشاهد. مسي بالخير عليكم وعلى كل من انضم لنا لمتابعة حلقة الليلة من برنامج وسع صدرك. هذا البرنامج اللي ولد رياضيا وسياسيا، احنا قلنا وكل مرة نقولها، يعني ضيوفه صبغتهم رياضية كاملة يعني، لكن لا يخلو الرياضي من أن يكون عاملا في مجال الاقتصاد أو المجتمع أو المجال الأكاديمي أو ممكن المجال السياسي. قالوا شلون أنت برنامج رياضي وطايح في الناس سياسة، مو بس سياسة حنا حكينا، ممكن نقدر نحكي عن المجتمع، لأن الرياضة يعني كلمة رياضة في المعجم شنو الرياضة؟ الرياضة من الترويض، أن الإنسان يروض نفسه يرتقي فيها، يروضها عن الشهوات، عن الغرائز، يتحكم فيها ويحاول يوصل فيها إلى بر الأمان. بر الأمان اللي هو لما ينزل في القبر يعرف نفسه ايش عطته، يعني شنو اللي خذها من النفس، شنو الكريدت ماله والدبت ماله. مو الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ داخلنا احنا نروض هذه النفس، فمن الرياضة يعني الترويض، الرياضة من الترويض والترويض من الرياضة. فلا تستغربون إن كانت المقدمة الأمس عن الشأن السياسي، يمكن تكون بكرة عن شيء ثاني أو الأسبوع الجاي أو الحلقة، لأن الرياضة تضم المجتمع. منو اللي قاعد يلعب رياضة؟ منو اللي يدير الرياضة؟ منو الحكم؟ ما هو أب أو أخ أو زوج؟ اللاعب كمان الإداري يمكن يكون نسيبه سياسي اللي هو، بس بالنهاية ترى محصلتها كذي يعني. ولا يسوق البعض فيها وكأن احنا قاعد نقدم يعني شيء جديد، مو جديد، يمكن جديد على أن يكون برنامج رياضي يتضمن إذا كان الموضوع الساحة سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. طبيعي هو الإعلام واجهة والإعلام انعكاس لصوت الشارع، صدى أي شارع كان. علشان كذي اليوم موضوع اجتماعي، موضوع يعني الحياء، ما بيقول ما بينظر نظرة سوداوية وأقول إن إحنا في المجتمع الكويتي فقدنا الحياء، لا، التطور اللي طال البشرية ووتيرة السرعة اللي قاعد يعني طايرة، أمر طبيعي أن يعني تترك آثارها. لكن أنا أتكلم عن مجتمع الكويتي بكل مكوناته بكل أطيافه، عمره ما وصل لهذا يعني لهذه الدرجة من الانحلال الأخلاقي، ما وصل. حتى يمكننا في الذروة كانوا عندنا 400 ألف عائلة فلسطينية أو 260 ألف عائلة فلسطينية، قوامها 400 ألف وشوي، وهم يحملون عادات قد لا تكون مثل عاداتنا وتقاليدنا، لكن في الذروة ذاك اليوم حافظ المجتمع الكويتي على خصوصيته، خاصة في جزئية الحياة. احنا اليوم البعض منا يعني، وأنا من ابن هذا المجتمع، فسخ الحياة، وصلنا لمراحل متقدمة في قلة الحياة، والدين قائم على الأخلاق. لما أدللك أنا على الحياة وين راح وشلون ايه، أتكلم لك اليوم عن شباب اليوم، وأنا ما أستثني نفسي منهم، الشباب مو المقصود الجيل الحالي، لا، كل الأجيال اللي موجودين الحين المعاصرين، لأن الشاب ترى من عمر 17 سنة أو 18 يعني تضم المنظمات الدولية إلى سن 55. شوفوا هم شلون يتصرفون، شوفوا اللي قاعد يسوونه، شوفوا أفعالهم. عمره 50 أو دون 50 بشوي، 45، وللحين يبي يلبس لبس اللي عمره 18، يحط وشم. شنو المسج؟ ما ندري، كلهم بيدقون حديد. راحت عليك كابتن، العب رياضة، لايف ستايل، سن عمرك انت بعد 45، انت بلا العود بيصير ياهل والياهل بيصير عود. ومع هذه النقلة الغريبة في المجتمع نشترك تقريبا معظمنا أو بعض هذا المجتمع أو غالبيته بفقدان عنصر الحياء. شوفوا العيال شلون يكلمون أبوهم، شوفوا البنية شلون تحاكي أمها، وشوفوا الزوجة شلون تحاكي زوجها،
وشوف الزوج شلون يعامل زوجته، ترى كلهم مشتركين في عنصر قلة الحياة كلهم. في شاعر جميل كويتي يقول أول أسمع يدتي توصف أهلي وديرتي، تقول كان جارك مثل أخوك وكان عمك مثل أبوك، كانت الأيام حلوة ما بها ضيجة وعنوة، لكن البيزات زادت ونية الإنسان شانت. يقول قلت لها بس يدتي رحميني وسكتي، قلبي عورني وعيني أو شيء كذي. يقول ذاك وقت وهذا غير، بس ما خلت هم فيها خير. إحنا نقول إن الخير باقي في المجتمع الكويتي، بس الظواهر اللي فيه كلها أساسها قلة الحياة. ولا أكو رجل يقول أنا رجل ويتصف في الرجولة، خلي زوجته تطلع من البيت الساعة 11:30 بالليل تروح الجمعية. وأكو مرأة تقول أنا مرأة متربية ببيت راقي وعندي أب وإخوان ربوني على، تقبل أنها تشوف بنتها شلون لابسة؟ وين تصير؟ تشوفونهم مش لابسين في المجمعات ولا ما تشوفونهم؟ ترى هذه مو موضة، هذا تفسخ. وصلنا لمرحلة حتى بعض تقول حق أخوها مالك شغل فيني، وهو يقول لها مالك شو، وين رايحين أنت؟ وين؟ نسب الطلاق اللي معقولة، ما أقول مرتفعة وايد، معقولة، لكن شنو أسبابها؟ ما تطبخ لي، هي شافت ريال عشان تطبخ لك، هي من أول يوم نطالب لها من مطعم. أنت ما تستحي، أنت لو فيك حياة كان بديت حياتك صح، وهي لو متربية ببيت صح وعندها شيء من الحياة كان تحرم تروح مو المحكمة، قاموا يدشون المخافر يشتكون، هذا يشتكي على زوجته وهذا يشتكي على ريلها. الجيران كذلك، يعني أنت اليوم جارك إذا ما تعرفه شيء زين، على الأقل كاف خيرك وشره. لا، شيء خطير، وكثير مساهمين في هذه الظاهرة. ترى أول شيء الإعلام الهابط عندنا في الإعلام الخاص أو العام الحكومي، عندنا برامج هابطة لمراحل والله العظيم أردى من الحضيض، واللي قدمونها حياله تلاقي محامي كاشخ وقاعد بس كذاب، قاعد يعطي قيم واهمة للمجتمع، وتلاقيها دكتورة بالجامعة قاعد تقول كلام وهي بالبيت تفكك أسري من هنا إلى السودان. الإعلام الهابط ساهم في هذه الظاهرة. وأنا أرجع أقول ما أتكلم عن الظاهرة، أتكلم عن الحياة، لأن الإنسان إذا فقد الحياة فقد قيمة كل شيء. والله بلانا بسياسيين، مجلس الأمة واحد يطلع شيباته ترسويها يقول مغازل بشارع الحب تحت الشير، يقول استحوا ويوهكم، حنا بروحنا فينا غثة، تسيدون أنتوا واحد يطلع يقول الخمر من عاداتنا وتقاليدنا، شو تردون عليهم ذولا؟ هذولا شافوا مجتمع كذي ما في كفاءة، مجتمع ما يستحي ما يخيل ما ينتخي، فأمر طبيعي ذولا انعكاس لإرادتكم، مو إرادة أمة، مو إرادة الأمة. ففي كل مناحي الحياة حنا قاعد نخسر، وبدت تغزو الرياضة. أنا قلت لكم حلقتي عن الحكام اليوم، والحكم أب ورجل مسؤول في دوامه في عمله ورجل لقيمته في المجتمع، شوف لاعب الطولة زعطوط يسبه ويطقه، لأن من هناك من المجتمع دشت على الرياضة وعلى السياسة وعلى الاقتصاد، فعلتنا باطنية علتنا داخلية في المجتمع مالنا. لازم نستحي، لازم نتعلم شلون نحشم، ولازم نبدأ بتعليم أنفسنا داخل بيوتنا. إحنا بحاجة إلى الحياء، لأن الحياء هو رأس الحياة كلها وقمة، شوف يعني قمة الحياء، قمة الحياء أن يستحي المرء من نفسه. اليوم البعض قاعد يجاهر بمعاصي، تقول له الدين حلال يقول لك لا إحنا مجتمع، أي مجتمع؟ طيح الله حظك أنت ومجتمعك، أنا أقول لك دين قاعدة فقهية عريضة، يقول لك لا إحنا طالعين لي كم واحد كم زعطوط إحنا ملحدين، تعال ورني ويك وأنت ملحد، خلنا أطبق عليك القوانين. كلها موضة، كلها هيات، كلها الموضات، كلها الأمور دخيلة علينا بسبب عدم تشبثنا بالحياء. فاللي قاعد تشوفني إن كانت أم إن كان أب،
إن كان مسؤول في مجتمعه عزز قيمة الحياة، ازرعها في أولادك، علم الجرأة بس بحدودها، علم أنه يقول رأيه بس بحدوده، علموهم الحياة. والله بقلبي حكي وايد بس أخاف أقوله تزعلون، والخوف أني أقوله مو أني أروح النيابة، النيابة يعني ترى ساحة النيابة عريضة وتتحمل، والقضاء أنا أثق فيه لكن ما أثق باللي ما يستحي موليه، ما أثق فيه. فعلشان كذي ما بيأجل كلام، بس أي وقت يوم ثاني اتي حلقة ثانية وأسولف فيها. استحوا، خلوا انتخوا، أنت اللي ما عندك في البيت لا والي ولا جالي صيري روح على روحك أنت، إذا ما حد يشوفك من المجتمع الله يشوفك. الحياء. بروح أنا حق الطاولة، عندي سلمان عواد لاعب وايد ينطرد يسمونه المنقذ، وعندي حكم الأستاذ فؤاد ربيعان كان لايمن وكان يسمع الجمهور وراش يقولون، وهو الآن مدير إدارة التحكيم أعتقد في الاتحاد ومقرر لجنة الحكام. أبروح لهم الطاولة أتناقش معاهم في تقرير نشوفه على ما نرجع الطاولة. شكراً.